وينضم إلينا من تونس مراسل غد ياسر دبابش. إذن ياسر، بعد استبعاد 71 مرشحا من المتقدمين للانتخابات الرئاسية، اليوم نشهد المزيد، ضعنا في تفاصيل. مرحبا هبة. بالفعل لليوم الثاني على التوالي تم تلقي طعنين فقط لدى الجهات القضائية التونسية من اثنين ممن تم رفض ملفات ترشحهم لمنصب الرئاسة التونسية. نحن نتحدث عن 97 ملف ومطلب مترشح للرئاسة رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية 71 مطلبا منها، فيما تمت الموافقة الأولية على 26 مطلب، من بينهم امرأتان وهما عبير موسي وسلمى اللومي وزيرة السياحة السابقة. ساعات قليلة تفصلنا على إغلاق أبواب المحاكم لقبول طلبات الطعون. المدة الزمنية المتاحة 48 ساعة، تنتهي عصر هذا اليوم، لكن البتة والدراسة حول تلك الملفات والطعون يتواصل إلى 30 من الشهر الجاري. يوم 31 يتم الإعلان رسميا عن القائمة النهائية للأشخاص أو للمترشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج الرئاسي. طبعا هناك ستكون تغييرات، ربما أيضا تكون انسحابات وإضافات إذا ما تحدثنا عن الطعون، وإذا ما تحدثنا في المقابل عن التوافقات والاتصالات التي يتم إجراؤها ما بين شخصيات مقربة أو من نفس التيارات السياسية، إن كانت حداثية وإن كانت تقدمية وإن كانت نعم أيضا ديمقراطية. عدد من المتابعين نعم ياسر، يعني هناك يعني من يتساءل عن الضوابط والقوانين التي تحكم عملية الاستبعاد، خاصة وأن هناك بعض المراقبين الذين يعني يشككون في أن عملية الاستبعاد قد يكون وراءها توجهات حزبية معينة تحاول أن تلعب في المشهد السياسي في البلاد. إلى أي مدى هذه ما يقال يعني يجانب شيء من الصحة؟ نعم هبة، المعروف بأن معظم من تقدموا يعني الترشح لمنصب الرئاسة وتم رفض مطالب ترشحهم هم يفتقرون إلى الشروط الأساسية المطلوبة وفق القوانين المعمول بها بالبلاد، من ضمنها التزكيات. إن كانت من التونسيين 10,000 تزكية من المواطنين بالشارع، أما أو أن تكون التزكيات من نواب البرلمان أو رؤساء البلديات. بالمناسبة اليوم ستنشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أسماء النواب الذين قاموا بتزكية عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية. إذن نحن نتحدث عن عدم استجابة للشروط المطلوبة. هناك من تقدم لمنصب الرئاسة وترشح بشكل صوري وفق عدد من المتابعين والمحللين السياسيين. نحن أيضا نتحدث عن عدم التزام هؤلاء بالشروط المطلوبة التي أدت إلى رفض مطالبهم من الهيئة، وهنا الأبواب مفتوحة أمام كافة الاحتمالات، من ضمنها أن يتم التقنين ربما في عدد المترشحين أو حتى الزيادة بعدما يتم النظر بالطعون. بالمناسبة أيضا البرلمان التونسي ربما يعقد جلسة عامة خلال أيام لتعديل فصل في القانون يعني يتم بمقتضاه اختصار الأجال المحددة لفترة الطعون. نعم، شكرا جزيلا لك من تونس، كنت معنا مراسل غد ياسر دبابش.